معنا عبر الهاتف الآن الكابتن ميمي فريد المدير الفني لفريق منتخب السويس. بهنيك يا كابتن على الأداء النهاردة قدام النادي الأهلي. الله يخليك كابتن كريم، ربنا يخليك، اشكرك. عملت مباراه محترمه وكبيره جدا من الدقيقه الاولى يعني. الحمد لله الحمد لله، اللعيبه يعني طبعا ابطال وكان تركيزهم عالي، وبقدر الامكان حاولنا نحد من خطوره النادي الاهلي، ويعني الطبيعي طبعا النادي الاهلي يكسب الا اذا حصل مفاجاه، لكن قدر الله ما شاء فعل يعني. حسيت ان انت في الشوط الثاني، الربع الاخير كمان من الشوط الثاني، انت كنت بتدور على المفاجاه ديت، شفت كده كام لمحه خطيره. انا كان نفسي يعني احنا ابتدينا يعني النادي الاهلي ابتدى يبقى فيه دفاع هجومي، الاثنين الظاهرين بقى بيزيدوا باستمرار من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال، بخط الظهر بقى بس هم الاثنين السنتر باكات اللي موجودين، فحاولنا ان احنا نعمل هجمات مرتده سريعه، لكن يعني الحمد لله يعني توفقناش فيها يعني. النهارده شفت مين من اللاعبين كانوا موفقين النهارده جدا وعملوا مباراه كبيره؟ عندنا يعني لا انا بصراحه اللعيبه كلها مميزين، اللعيبه كويسه، وخصوصا خط الظهر عملوا يعني مباراه كبيره، رباع خط الظهر، وطبعا محمود كوكو حارس المرمى يعني مميزين بروح قتاليه غير طبيعيه. شفت مين؟ اتفضل. ايه اتفضل كمل يا كابتن. زائد طبعا معظم اللعيبه نفذوا يعني، الاجنحه كانت بترجع تدافع كويس، بس هو كانت المشكله في التحولات بقى، ان انا ازاي اتحول من ناحيه دفاعيه لهجوميه، ودي طبعا عاوز ثقه اللعيبه ان هو اما ياخد الكوره يحطها تحت رجله ما يخافش. كانت المشكله ان احنا بنفقد الكوره بسرعه، فالضغط طبعا الهجومي كان بتاع النادي الاهلي يعني خلى اللعيبه تفقد كتير من اللياقه البدنيه بتاعتها، وبالتالي في اخر 10 دقائق اللعيبه طبعا وضع عليهم الاجهاد والارهاق. مين من اكتر لعيب النادي الاهلي النهارده لفت نظرك وشفته عمل مباراه كبيره؟ حسين طبعا لعيب كويس جدا، حسين الشحات، وتمريرات يعني مميز جدا، التمريره بتاعته فيها سرعه غير طبيعيه، التمريره بتوصل لزميله في الوقت المناسب اللي ما بتديش فرصه للمدافع ان هو يضغط على زميله احمد. عجبني مروان حافظ المكان بتاعه، هو ما فيش حاجات فيها ابتكار، لكن واقف صح، ما بيخليش اي عدد زياده يجي، بيقابل بسرعه، ضغطه كويس، تمريراته سليمه، بس الطوليه طبعا قليله شويه. هل دار حوار بينك وبين مارسيل كولر قبل او بعد المباراه؟ لا لا للامانه لا، ولا الحوار كان مع كابتن سامي مصور، لان يعني كابتن سامي طبعا علاقتي بيه من زمان، وهو لعيب، والراجل جه قال لي هاردو لاكو، طبعا انا هنيته على الماكس. بعد المباراه قلت ايه لعيبتك؟ لا انا شكرتهم طبعا، شكرتهم يعني، اصل اهم حاجه في لاعب الكوره انه يطلع اقصى حاجه عنده. صحيح، الاقصى حاجه عنده دي ممكن تكون اقل من الاقصى حاجه عند المنافس او الفريق الاخر، هم ما فيش لعيب بخل بمجهود، ما فيش لعيب كان تركيزه ضعيف او نص ونص، كلهم كان تركيزهم عالي، عارفين ان هم بيدافعوا انا رايح فين وده جاي منين، ولو زميلي ضغط على حد انا هعمل ايه؟ الادوار كلها كانت اللعيبه حافظاها، دور ودور الزميل اللي هو جنبه. صحيح. وبالتالي انا شكرتهم بعد المباراه على ادائهم، ولكن طبعا كان في حته عتاب صغيره كده، قلت لهم ازاي احنا كده بنلعب بالروح القتاليه دي، وفي الدوري بتاعنا اللي هو الدرجه الاولى يبقى مستوانا بالضعف والهوام اللي احنا كنا فيه ده. صحيح، غريبه جدا يا كابتن. لا بصراحه غريبه، انا طبعا انا ماسك الفرقه بقى يعني من اسبوع او 10 ايام، فانا بستغرب، طب انتوا عندكم امكانيات وعندكم قدرات ليه ما بنطلعهاش؟ يعني ده اللي كان حزنني بصراحه، وكنت حزين بعد المباراه. لعل وعسى تكون المباراه دي انطلاقه جيده للفريق يا كابتن ميم. ان شاء الله، هي المفروض بقى اللعيبه يعني تقعد مع نفسها وتبتدي دي يعني تديهم دفعه قويه في بدايه الموسم، انهم لعيبه كويسين، وانهم لو اتمرنوا كويس واهتموا كويس وركزوا كويس وبقى لعيبه محترفين كويس، هيعملوا حاجه كويسه ليهم وللنادي ان شاء الله. صحيح. باذن الله. كابتن ميمي فريد المدير الفني لفريق منتخب السويس، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهنيك على المستوى اللي الفريق ظهر بيه النهارده قدام النادي الاهلي رغم الهزيمه، ولكن الاداء كان مميز جدا وفيه كفاح كبير جدا من كل اللاعبين.